احيانا انا عندي موعد مع صديقي انه متفقين نجي الساعة 4 نطلع لمكان معين، لما يجيني 4:30 متأخر عليه نص ساعة، نيجي متأخر نص ساعة ويجي أقول له ساعة بيش، هاي الساعة بيش مو معناها أنه أنا ما أعرف الوقت، معناها أنه أنت ليش متأخر، معناها أنه أنت تأخرت عن موعدي، إحنا متفقين. هذا كله المعنى وين وصل؟ بالساعة بيش، كم الوقت؟ مجرد سؤالي عن الوقت مو معناها أنه أنا جاهل بالوقت، لا، معناها أنه أنا دعاتمه. فالأئمة سلام الله عليهم يقول إنا لا نعد الرجل منكم فقيا حتى نلحن فيعرف اللحن. يعني إحنا نحكي بشيء ثاني، مثل ما أنا مو كان ما عاتب صديقي سألت عن الوقت كون يفهم. لهذا يقول الفقهاء أيضا لازم يفهمون، إحنا لابد أن نربي جمهورنا على هذه الطريقة، لما يأتي كلام المرجع أو كلام الإمام حتى وإن كان يسأل عن الوقت إحنا نعرف هذا عتب على التأخر.